لنقاش هذا الملف ينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس دكتور إسماعيل خلف الله الباحث في القانون الدولي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. دكتور إسماعيل، كيف تقرأ تقرير الأمم حول القتلى المدنيين بنيران القوات الأمريكية والذي تجاوز عددهم القتلى الذين قتلوا من قبل حركة طالبان؟ بلا أدنى شك هذه تمثل جرائم حرب وجرائم إبادة واضحة، وكما هو الآن يعني تكييفهم القانوني هي جرائم حرب وجرائم ضد جرائم إبادة جماعية يعني وجرائم ضد الإنسانية. نعم. إذن ف المختص الأول أو الهيئة المختصة بهذه الجرائم هي معلومة، هي المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، وهذا حسب نص المادة 5 من نظام روما الأساسي. أو نعم، بالحديث عن المحكمة الجنائية الدولية، أكدت تخليها عن التحقيق في جرائم الحرب هذه بسبب عدم تعاون الولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي مدى تظن أن تهرب واشنطن يؤكد أو يدينها فعليا بارتكابها لهذه الانتهاكات؟ نعتقد أن قرار مثل هذا قد يضرب مصداقية صميم. إذا اعتبرنا أن أي دولة الآن متهمة بجرائم حرب ولا تتعاون مع المحكمة، هذا القرار سيذهب عنها الجريمة وسيذهب عنها العقاب وستبقى بمنطق أو ما يسمى بظاهرة الإفلاس من العقاب. إذن نحن أمام انتهاك واضح، وأن هؤلاء القضاة، قضاة المحكمة للأسف الشديد، إذا هم أنفسهم رفضوا طلب المدعية بفتح تحقيق حول هذه الجرائم المتمثلة في كما قلنا أنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وهذه التي تكون قد ارتكبت في أفغانستان منذ 2003، إذن فهذا القرار لن يخدم العدالة المنشودة. وللأسف الشديد أنهم هذا القرار برروه هم بأن التحقيق حول الوضع في أفغانستان هو لن يخدم العدالة. أي عدالة هذه؟ يعني نحن هنا نطرح سؤال، أي عدالة هذه التي لا تستطيع أن تحقق في هذه الانتهاكات التي ارتكبتها أمريكا وأطراف أخرى، وخاصة الجنود الأمريكيين. إذن فنحن أمام منطق القوي فوق القانون، ومنطق الإفلات من العقاب، ومنطق أن اللا قانون. إذن فما جدوى هذه المحكمة إذا قلنا أن أي جهة تتهم بارتكاب نوع مثل نوع أو نوع من هذه الجرائم أنها لا تتعاون مع هذه المحكمة، هذا القرار سيذهب عنها التحقيق، وأن المحكمة لن تحقق في هذه الجرائم. نحن نقول أن القرار هذا قرار للأسف الشديد قرار غير صائب، وقرار كما قلت في البداية هو ضرب مصداقية المحكمة على جملة وتفصيلا. الحديث نعم. عن الحديث عن طرفين المحكمة الجنائية الدولية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للإحصائية الأخيرة فقط في الربع الأول من هذا العام قتل 300 مدني على يد القوات الأمريكية. انطلاقا من هذا الرقم، كيف يبدو النموذج الأمريكي لنشر الديمقراطية والحريات في دول العالم الثالث كالعراق مثلا من خلال هذه الجرائم والانتهاكات المرتكبة في حق الإنسان في كل مكان؟ نحن نعتقد أن أمريكا ما جلبت إلا الخراب والدمار لهذه الدول، وخاصة العراق التي احتلتها القوات الأمريكية في 2003 على أساس أنها تجلب الديمقراطية
وتجذب التمدن والتحضر لهذه الدولة. للأسف الشديد هذا الاحتلال الأمريكي ما جلب إلا الخراب والدمار لهذه الدولة العريقة هذه، وضرب الحضارة ودمر الحضارة وفكك الجيش الذي كان جيشا حقيقيا، وسلم السلطة للأسف الشديد لميليشيات تابعة لنظام الولي الفقيه، لا ديمقراطية ولا حضارة. العراق الآن نتأسف حتى أننا أصبحنا اليوم إذا سمعنا كلمة العراق فإننا نرجع للوراء سنوات وسنوات. أما العراق اليوم فهو ليس بالعراق، إنما هي ميليشيات تحكم العراق، وأن الخراب ضرب هذا البلد الذي كانت أمريكا تتبجح أنها ستجلب له هذه الديمقراطية الكاذبة. نعم، بالعودة لأفغانستان ومن وجهة نظر قانونية وأمام تخلي محكمة الجنايات الدولية تحت ضغوط أمريكية عن تحقيق في هذه الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، ما هي السبل لإنصاف ضحايا هذه القوات؟ نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي غير موقعة على ما يسمى باتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية أو ما يعرف بنظام ربا الأساسي، ولكن هذا لا يعني أن هذا يكون مبرر للإفلات من العقاب، وأن قرار هؤلاء القضاة الذين لم يستجيبوا لطلب المدعية، وأن نحن نعلم أيضا أن من المادة 13 من نظام روما الأساسي هو تعطينا أو توضح لنا طرق الإحالة على هذه المحكمة، وهي ثلاث حالات من بينها أن المدعي العام نفسه هي المدعي العام للمحكمة الجنائية هو من يبدأ يباشر تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة 15. إذن فهذه الجرائم هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن هذا القرار قرار القضاة هذا سوف يتم الطعن فيه، وأعتقد أن التحقيق سيتم وستباشر المحكمة مهامها، وإذا لم يتم هذا فنقرأ على هذه المحكمة السلام، لأن هؤلاء الضحايا الأفغان من يكون لهم الملاذ الأخير، وأين هو إحقاق الحق وإنصاف هؤلاء الضحايا، حتى أن هذه المحكمة إذا تبرأت منهم المحكمة والحقيقة أن هذا القرار قرار القضاة هذا قال بصريح العبارة أنه لن يقف مع الضحايا، وبالتالي فهو هذا القرار وقف مع الجلاد ومع مرتكب الجريمة. شكرا جزيلا لك، المعذرة لضيق الوقت، الباحث في القانون الدولي دكتور إسماعيل خلف الله كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس.